التلفزيون العربي. للمزيد تنضم إلي مها الحسيني مديرة الاستراتيجيات بالمرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان. أهلا بك سيدة مها. يعني بالتأكيد هذه التحديات تتزايد وربما تختلف طبيعتها يوما بعد يوم، لكن السبب الأساسي فيها هو إجبار الناس على النزوح مرة بعد مرة، وهذا بالتأكيد يضيف أعباء كبيرة على المنظمات والجهات التي ما تزال تكافح للاستمرار في قطاع غزة ولو بالحدود الدنيا. مساء الخير. بالضبط، يعني بالذات بانه كل المناطق التي يجبر النازحون الى التواجد فيها او النزوح اليها تهدد اليوم وتقصف بشكل غير متناسب. قبل عده ايام، قبل نحو اسبوع او 10 ايام تحديدا، اجبرت القوات الاسرائيليه السكان في شمال قطاع غزه على النزوح، يعني اجبرتهم عبر اتصالات هاتفيه بالاضافه الى رسائل نصيه قالت لهم بان يتوجهوا الى مدينه دير البلح تحديدا. اليوم بعد نحو 7 أيام نجد بأنه الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدينة دير البلح بشكل مكثف على مدار الساعة. اليوم نشهد قصف شديد على مناطق النزوح ومراكز النزوح تحديدا مراكز الأونروا بالإضافة إلى المراكز التي يتواجد فيها النازحون. بالتالي فالجيش الإسرائيلي يعني يجبر المواطنين على الذهاب إلى مناطق مستهدفة أصلا وليست آمنة أصلا، مع أن يعني حسب القانون الدولي الإنساني يجب يعني توفير مراكز آمنة وأماكن آمنة للنازحين للتواجد فيها، لكن للأسف المناطق الإنسانية الآمنة في قطاع غزة ليست آمنة وليست إنسانية بالدرجة الأولى، لأنه لا يتوفر فيها عنصر الأمان. بالتالي يعني هي تعتبر هدفا للاحتلال الإسرائيلي بشكل كبير. هذه ليست المرة الأولى التي يقصف فيها الجيش الإسرائيلي مدارس نازحين. شهدنا خلال الأسابيع والأشهر الماضية حتى بأنه مدارس الأونروا تحديدا أصبحت على رأس أولويات أو على رأس أهداف الجيش الإسرائيلي وتقصف بطريقة ممنهجة، يعني حتى في الحالات التي يقول فيها الجيش الإسرائيلي بأنه يستهدف أفراد مسلحين داخل هذه المدارس، فهذا لا يعد مبررا للجيش الإسرائيلي بقصف هذه المناطق التي تحتوي على آلاف النازحين. حتى وإن كان هناك يعني مسلحين كما ذكرنا، فعلى الجيش الإسرائيلي أن يتبع المبادئ، مبادئ التناسب ومبادئ الضرورة العسكرية، لكن للأسف هذا لا يحدث. يتم قصف الآلاف من السكان، يتم وقوع المئات من الضحايا من أجل ربما كما يدعي الجيش الإسرائيلي قصف أو استهداف شخص واحد، وبالتالي هذا لا يعد مبرر. هذا ليس يعني الانتهاك الوحيد الذي نشهده اليوم في مناطق وسط قطاع غزة، هناك العديد من الانتهاكات الأخرى التي تمارس ضد السكان المدنيين تحديدا في نصيرات على سبيل المثال، المناطق الشرقية من دير البلح التي تشهد قصف مدفعي متواصل اليوم، ويعني استهداف للبنى التحتية أيضا. مدينة دير البلح تحديدا التي نتواجد فيها اليوم هي ليست مدينة بالدرجة الأولى، هي ربما أشبه بمخيم لا يتوفر فيه البنى التحتية اللازمة لاستقبال أكثر من 80 إلى 100 ألف نازح اليوم يأتون من جميع مناطق القطاع إلى دير البلح، حتى من خان يونس التي كانت تعد منطقة إنسانية يوما ما، اليوم تشهد انتهاكات واحدة من أكثر الأسابيع دموية نشهدها في خان يونس. مئات المدنيين يقتلون اليوم، وبالتالي العديد منهم يأتون هنا إلى مدينة دير البلح، لكن للأسف في الوقت الذي يجب أن تتوفر فيه الأمان في مدينة دير البلح نشهد اليوم مجزرتين منذ الصباح. اليوم تحديدا قبل عدة دقائق قصفت المدرسة مرة أخرى، مدرسة خديجة، قبل نحو ربع ساعة من الآن قصفت مرة ثالثة على التوالي بعد قصفها للمرة الأولى صباحا ووقوع أكثر من 30 ضحية. فبالتالي سيدة مها، يعني هذا الوضع ليس هو لو سمحت لي على سبيل المثال. نعم، هذا الوضع المتردد يعني يجعل الحاجات الإنسانية الأساسية البديهية ربما بالنسبة للفلسطينيين ولأهل غزة يعني شبه متوقفة. نتحدث عن الغذاء والطبابة، لكن أيضا التعليم هو أحد القطاعات التي يعني توقفت كليا. هنالك ربما جيل كامل الآن من الفلسطينيين قضى قرابة 9 أشهر دون تعليم. كيف يعني تتعاملون أيضا مع هذا التحدي؟ هي للمرة الأولى في التاريخ الحديث ربما يفقد عام كامل، عام دراسي كامل من جيل كامل من السكان هنا في قطاع غزة، أكثر من نصف
سكان قطاع غزة بل عددهم 2.3 مليون فلسطيني هم من الأطفال، عدد كبير منهم أو جزء نسبة كبيرة منهم هم في المدارس في عمر المدرسة، يعني عام كامل فقد اليوم بسبب هذه بسبب الحرب الإسرائيلية المتواصلة. هناك عدة أسباب على سبيل المثال، وهناك عدة أسباب حتى لنقول بأنه حتى بعد انتهاء الحرب لن يعود الأطفال ولن يعود التلاميذ والطلاب إلى مدارسهم مباشرة، لأنه يعني العدد كبير من المدارس، نتحدث عن أكثر من حوالي 70% من المدارس في قطاع غزة تم تدميرها بالكامل أو حتى استهدافها. المدارس الأخرى المتبقية اليوم هي حولت إلى مراكز نزوح، بيوت بالفعل، أصبحت بيوت ل مئات الآلاف من النازحين الذين لن يستطيعوا العودة إلى منازلهم مباشرة بعد انتهاء الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة. فبالتالي نتحدث عن أنه حتى بعد العام القادم سنشهد أيضا صعوبات وتحديات كبيرة إن كانت الحرب منتهية هنا في قطاع غزة من عودة الطلاب إلى المقاعد الدراسية. يعني ما نشهد اليوم هو ليس فقط استهداف للمدارس، بل استهداف للطواقم التعليمية، لدكاترة الجامعات وأساتذة الجامعات، لعمداء الجامعات، للطلاب تحديدا، لجميع يعني مكونات العمل الدراسي والحياة الدراسية هنا في قطاع غزة، وهو ما يعني صحيح. أدى بخبراء أمم متحدة ليقولوا بأنه إسرائيل تمارس الإبادة الدراسية أو الإبادة المدرسية هنا في قطاع غزة، لأنه تستهدف جميع أشكال التعليم في قطاع غزة. حتى كنا نشهد صور لجنود إسرائيليين يعني يشاركونها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتفاخرون بحرق المدارس، بتفجير المدارس، بحرق المكتبات داخل المدارس والجامعات. بالتالي هو فعل يعني هذا السبب الرئيسي لماذا نقول بأنه هذه الإبادة المدرسية هي فعل ممنهج وفعل متعمد ضد المدارس صحيح. والطلاب والأساتذة بالتأكيد، وهو بالتأكيد ما يترك أمام يعني أي محاولات لإعادة الحياة وإعادة إعمار غزة في المستقبل يترك أمامها تحديات كبيرة. شكرا جزيلا لك مها الحسيني، مديرة الاستراتيجيات بالمرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، حدثنا من غزة من دير البلح. التلفزيون العربي.